أننا لا نملك دولة، وبالتالي هذه القوى هي من تريد أن تعيد الدولة لوجودها. هسه السؤال المتداخل ربما يقول: من الذي أضاع الدولة حتى نرجع نعيدها دولة مرة ثانية؟ هذا سؤال يفكر به الجمهور، ومن حقه يوجهه لكم بشكل مباشر وتجاوبون. نعم طبعا، بداية تحية حضرتك أستاذ حسام ضيوفك الكرام. شو بالحقيقة أكو فرق بين الشعارات الفضفاضة والشعارات المبنية على تجربة. طيب، فالفرق اليوم بانه احنا من نتكلم بشعارات او خلينا نتكلم بمنطق الدوله. زي. احنا اليوم كمقومات دوله، موجوده عندنا دوله، مقومات الدوله وفق الاعراف والقانون الدولي هي الاقليم والحدود والشعب والاعتراف الدولي، واحنا بصراحه نملكهم هاي كل المعايير. لكن المقومات الحقيقيه لدوله مواطنه حقيقيه، لدوله مؤسسات حقيقيه، احنا ما عندنا بصراحه. زي. وهذا بسبب مجموعة من الأسباب، قد تكون سياسات مختلفة، قد تكون تغول قرار خارجي، قد تكون ضعف من كان على مركز القرار ومركز السلطة في مرحلة من المراحل. كلها أسباب اجتمعت وأدت إلى ضعف الدولة، لأن احنا الدولة العراقية قد تضعف لكنها لا تموت، تأتيها مراحل وحالات. من ما نتكلم به من شعارات احنا بصراحة مبنية على تجربة. يعني مثلا نحن اليوم جزء من تحالف قوى الدولة الوطنية، وعندما أطلقنا شعار نريد دولة، لأن اليوم في مرحلة من المراحل كانت هناك مقومات أساسية للدولة، على الرغم من أنه في تلك الفترة كانت مأزومة ومليئة بالتحديات، وكل من كان يراقب العمل السياسي داخليا وخارجيا راهن على انهيار الدولة. يعني إرهاب، ثلث العراق محتل، أزمة اقتصادية، موازنة ميزانية الدولة خاوية. آيات لب السؤال، من إذا إحنا نعترف اليوم أننا لا نعيش بدولة أو دولة ضعيفة، نعم، من الذي أضعف الدولة؟ وهل من أضعف الدولة وساهم بإضعافها بإمكانه أن يعيدها مرة أخرى؟ أنا جاوبت على حضرتك على هذا السؤال. هو أسباب عديدة ساهمت في إضعاف الدولة: تغول قرار خارجي، ضعف من كان على مركز القرار في مرحلة من المراحل، والذي كان على من كان موجود في السلطة يستطيع أن يعيدها صاحب التجربة الناجحة وبشهادة الجميع طبعا قادرة على أنه يعيدها. أما من يطلق شعارات وهي شعارات فضفاضة لا تقوم على أساس تجربة حقيقية، فبالتالي أعتقد بأنه البعض لا يمكن. البعض ست آيات يعتقد أن المشكلة بنيوية، وهاي القوى كلها بما فيها دولة القانون، تحالف قوى الدولة والفتح وسائرون مع اسمها الكتلة الصدرية الآن، كلهم بنوا عرف تحاصصي توافقي. السبب بهذا العرف أنه الدولة ممكن أنه تضعف، الدولة ممكن أنه ما تنشأ. هل مستعد تحالف قوى الدولة أن يخرج بالمرة المقبلة عن الحالة التحاصصية التوافقية التفاهمية والعرف السياسي الذي بني من عام 2003؟ يعني بصراحة موضوع المحاصصة، نعم فعلا احنا نعترف بأنه اليوم المحاصصة تعتبر أحد أوجه الفساد التي نشأت ونخرج من الدولة. أنتم مستعدين تطلعون منه؟ لكن تحالف قوى الدولة بصراحة، أنت حضرتك ترى قوله بهذا التحالف بأنه هو تحالف سياسي انتخابي، ليس فقط تحالف انتخابي، وهذا فيه أبعاد وفيه رسائل. معناه عندكم رؤى استراتيجية وقرارات بالضبط متخذة مسبقا. هذا هل بظنها أن لا نشترك بحكومة توافقية محاصصاتية؟ لا، اكو فرق بين احنا، مو احنا لا نشترك، اذا كان هناك توافق على شخصيه رئيس وزراء نحن مقتنعون بها، متوفر بها كل المعايير، نحن نشترك ونكون جزء من تشكيل الحكومه ونطبق برنامجه وفق هاي الرؤيه. لكن اذا كانت هناك شخصيه نحن غير متوافقين. عودة على هذه قبل؟ لا لا ابدا ابدا، ما انا قلت لك هناك، ما انا اكو فرق. هناك من يرى انه المشكله بهاي النقطه بالذات مشكله، خليني اذا رجعنا عليها ما نقدر نبني دوله مره ثانيه. استاذ حسام خليني اوضح فكرتي. يعني اليوم احنا مجرد ما غادرنا السلطة معناته احنا خلصنا؟ لا مو غادرتوا، لا، وانما نروح الى هسه الاخوان رافعين شعار من 2014 الاغلبية السياسية، صحيح؟ ايه؟ الاغلبية السياسية معناها اكو اقلية معارضة، هذا واضح. ان اقسم الحكومة ائتلافية اقسمها على اغلبية معينة وادفع المعارضة لكن التوافقية تعني الكل مشارك والكل معارض والكل متنصل. هو يبدو اسمح لي استاذ حسام، انا عندي برنامج موجودة بالوقت الحاضر. شنو هي عفوا؟ التحالفات. أيه؟ اليوم من حيث يعلمون او لا يعلمون هم ماشيين بهذا الاتجاه، انه كتلة، مجموع كتل تأتلف لتشكيل الحكومة، أغلبية سياسية يسموها، لتشكيل الأغلبية السياسية وأخرى معارضة. ممتاز، فأعتقد ماشيين بهذا الاتجاه. تفضلي ست. فالفكرة يا أستاذ حسام بأنه اليوم إحنا عندنا برنامج وعندنا هدف، لا تتوقف حدوده عند الوصول إلى السلطة أو عندما نكون لدينا مناصب أو نفوذ. ممتاز. هذا البرنامج إذا كنا جزء من تشكيل السلطة ومن تشكيل الحكومة، أو جزء من السلطة عفوا وتشكيل الحكومة، سوف نطبق هذا البرنامج. ممتاز. إذا لم نكن جزء سوف نكون في جانب المعارضة، لكن هذا لا يمنع من لدينا برنامج سوف نطبقه. ممتاز. هذا هو الفكرة. يعني إحنا مو مجرد ما إذا ما كنا في رأس السلطة أو جيد. كنا
في رئاسة الحكومة معناته خلص احنا اليوم سوف لن نتابع الدولة.